السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية وهران، وبالضبط في مدينة وهران، لنقف على الأشغال تاع فندق الإليزي هذا اللي أراها قيد الأشغال، واللي يعني الأشغال تقرب من النهاية بعد ما يعني فترة طويلة من التأخر. الآن نخليكم تتابعوا هذا الأشغال نتاع هذا الفندق الجميل الرائع ذات 5 نجوم، فندق الإليزي الذي يقع في المدينة الجديدة لمدينة وهران. إذن أترككم تتابعون، والسلام عليكم.